البارح دار واحد الاجتماع في العماله، الناس اللي مهتمين بهذا القطاع الخاص ديال الطاكسيات الصغار، وخرجوا لهم واحد القرار بان الطاكسي الصغير ما غيتعقمش. جا واحد مسؤول عندنا البارح لاكار ديال تبرك تيقول لنا سير شري لك الجافيل وشري لك الخل وشري قرعه ديال الانكول وعقم بها الطاكسي وما تركبش معاك بلاصه لقدام، دير ثلاثه البلايص اللور. واش هذا تعقيم ديال الطاكسي الصغير الشيفور؟ هذا راه مشكل نقابي ومشكل، هذا راه نقابي وخدام معنا في القطاع الخاص ديال الطاكسي الصغير، كيديوه 5500 في العشيه. فهمتيني؟ تيقول لنا ما تركبش الطاكسي شيفور تخرب على الشيفور وركب ثلاثه اللور وسد الباب القدامي ودير الخل والجافيل وعقم به الطاكسي وخرج تقلب على راسك، ماشي تدمر بعينيه. هذا اختي هذا تعقيم ديال الطاكسي الصغير، هذا دار التعقيم اختي، دار في منطقه واحده، دار في المطار، دار الطاكسيات الكبار، متفق معاك وعطاو الفلوس، دار في البطانه. اسمع هذو كاين، عطاو الفلوس، عطاو الرشوه، دايزين بطانه وداهم سنه جديده ودار التعقيم في المطار. هذا متفق معاك، دار الطاكسيات الكبار. اما الطاكسيات الصغار نقص واحد الشيفور من الطاكسيات الكبار، قال لهم راك واحد الطاكسي صغير راه نعقموه، قال لهم هذاك على الطاكسي الصغير ما عندنا ما نديرو به. طاكسي واحد ما تعقمش، طاكسي صغير مهدم، ما كاين لا تعقيم لا والو. الطاكسي الصغير اللي هو